الشيخ هلا 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 بداية يعني في هذه الفرصة الطيبة والمناسبة الكبيرة على كل العراقيين نقدم التهاني والتبريكات للأخ أبونا رايف ولكافة أبناء محافظتنا والعراق والعالم العربي مع إخوان المسيح من أقل محافظة نينوى والمحافظات الأخرى. أعتقد وضعها جيد، تعاون الأجهزة الأمنية وتعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية، العلاقة الودية والطيبة والثقة المتبادلة ما بين المواطن والأجهزة الأمنية، المحبة والوئام والألفة ما بين الدولات الأمنية التي نتمناها دائما اللي هي أن يكون هناك سلام ووئام. يشرفني بصفتي قنصل فرنسا العام في الموصل الحضور اليوم في كنيسة البشارة، الحضور بمناسبة عيد الميلاد. طبعا هذا العيد هو عيد مهم جدا للمكونات المسيحية في الشعب العراقي وغير لكل المكونات. هذه الزيارات تعبر عن تضامن فرنسا مع الشعب العراقي، مع كل مكونات الشعب العراقي، وتشير إلى أهمية وجود المكونات العراقية في منازلها في أراضيها لا سيما في مدينة الموصل. اليوم احنا المفوضية العليا لحقوق الإنسان نشارك الجميع فرحتهم ونتفائل جدا بعودة من كانوا خارج المحافظة بعد الظروف الصعبة التي مرت بها. نتمنى أن يديم هذا الاستقرار والازدهار والأمن وحملة الإعمار إن شاء الله في مراحلها النهائية. المفوضية العليا لحقوق الإنسان من خلال متابعتها ملف حماية التنوع والأقليات ساهرة ومتابعة لكل احتياجات المكونات والأقليات في المحافظة في الأقضية والنواحي ومركز المدينة. نتمنى أن يكون عام 2023 عام لنهاية الأحزان، خاصة في ملف المكونات والأقليات التي تضررت في حقبة داعش الإرهابية. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. تحياتي يا أهل. حضرنا هذا اليوم إلى كنيسة البشارة لنشارك أخواننا المسيحيين أعيادهم تثمينا للجهود القيمة التي يبذلها الأب رائد. حضرنا هذا اليوم لنشاركه أعياده ونقدم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة ولنوصل رسالة إلى جميع أنحاء العالم بأن مدينة الموصل هي مدينة التعايش، هي السلة، سلة ورد العراق مكونة بكل أطيافها. هذه المدينة طبعا حظيت هذه الفترة بأمان واستقرار، طبعا هذا الشيء لم يحصل لولا تضحيات والدماء الزكية التي أريقت على أرض هذه المدينة.